وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما فيما يتعلق بموضوع المحاضرة وهو الرحلة في طلب العلم، فإن العلماء ذكروا أن الرحلة في طلب العلم، وخصوصا علماء الحديث، ذكروا أن الرحلة لها فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى هي لقاء الشيوخ، لقاء أهل العلم والاستفادة منهم في علومهم التي يتخصصون فيها. والفائدة الثانية، وهي وإن كانت مختصة بالمحدثين لكنها يمكن أن تكون عامة في كل طلبة العلم، وهي إدراك الأسانيد العالية. فهي وإن كانت مزية بعلم الحديث، إلا أنها كذلك في بقية العلم، لأن الطالب إذا أدرك العلماء ذوي الأسنان الكبيرة الذين أمضوا أعمارا مديدة في طلب العلم، فإنه يكتسب منهم علما غزيرا وخبرة طويلة لا يجدها عند من دونهم في العلم والسنين التي قضوها فيه. والأصل في الرحلة في طلب العلم ما جاء في آيات سورة الكهف من رحلة نبي الله موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام، وقصها الله عز وجل في سورة الكهف كما لا يخفى عليكم. وأخرج صاحب الصحيح أن سبب هذه الرحلة أن موسى عليه السلام كان بين بني إسرائيل في مجلس، فسأله أحدهم فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. فأوحى الله عز وجل إليه أن عبدا من عبادي هو أعلم منك، فاستأذن موسى عليه السلام ربه أن يرحل إليه، وجعل الله عز وجل موعده الحوت الذي يفقده هو وتلميذه يوشع بن نون، القصة التي تعرفونها. وأن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخذ العلماء أن هذه القصة هي أصل من الأصول في الرحلة في طلب العلم. ومن القصص الطريفة التي تذكر في الرحلة أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو إمام وأبوه إمام محمد بن إدريس الرازي المشهور بأبي حاتم، قال إنه ارتحل إلى مصر، فيحكي عن نفسه أنه يقول: كنا نجعل النهار للكتابة عن الشيوخ، والليل لمقابلة ما كتبناه وقيدناه عن الشيوخ. قال: فذهبنا إلى أحد شيوخنا مرة فقيل لنا إنه متعب ولا يجلس في هذا اليوم، فرجعنا ومررنا بالسوق ووجدنا سمكة فاشتريناها، وذهبنا إلى البيت من أجل أن نعدها للأكل، وبين نحن كذلك إذا بشخص يطرق علينا الباب ويقول لنا إن الشيخ قد جلس، فتركنا السمكة ورجعنا للسماع من ذلك الشيخ. قال: فظلت هذه السمكة 3 أيام لا نجد وقتا لطبخها، فأكلناها نيئة. ثم قال ابن أبي حاتم: قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فالشاهد من هذا أنهم مشغولون بطلب العلم طول وقتهم، ويرحلون من هذه المسافات الطويلة. عبد الرحمن بن أبي حاتم من الري، والري هي الآن المسمى بطهران في إيران، وكانت ديار سنة فيما سبق، فيرحل منها إلى مصر، وينشغلون طول الوقت في تقييد العلم والسماع من الشيوخ.